دي معلومة مهمة جدا حابة ان انا اتكلم فيها. بعض الناس بتقع فيها في رمضان. وارد جدا على فكرة ان يعني احنا طبعا بنبقى يعني واخدين فكرة كبيرة قوي مثالية عن نفسنا ان احنا في رمضان هننضبط بطريقة سليمة جدا، وان احنا يعني هنتغير تغيير جذري، ونبقى مثلا يعني بيرفكت في كل حاجة. في بعض الناس زي ما قلت اتكلمت قبل كده في نقطة، يعني لأن في بعض الناس سألني السؤال ده، يعني بعض المتابعات أو بعض يعني الموجودين عندي، يعني تقول لي طب أنا ازاي أتعامل في رمضان، يعني أنا حاسة إن رمضان عندي بيبوظ. أنا طبعا مش شيخة خالص، ولا إن أنا يعني أنا حد عادي جدا بتكلم في الموضوع مجرد مناقشة. انا يعني طبعا ما ينفعش ان انا اتكلم في اي حاجة، بس هي الفكرة ان احنا بنتناقش يعني في الموضوع. ف يعني مهم قوي ان انا يعني انا بتكلم من ناحية يعني سيكولوجية او من ناحية نفسية، بحيث ان احنا دايما بنطلب من نفسنا ان احنا يعني نبقى بيرفكت في كل حاجة. وانا اتكلمت في نقطة المثالية، فانا حابه اتكلم يعني من الناحيه دي. مش لازم ان انا يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اتكلم في بعض الحاجات الدينيه، بس ده مش معناه ابدا ان انا حد يعني ان انا بعمل فيها شيخ او كده، لان انا خالص خالص يعني انا حد مقصر جدا. وانا يعني انا الحمد لله بحاول ان انا اجتهد ان انا يعني ادي عباداتي وان انا اقرا قراني وكل حاجه، بس اكيد طبعا يعني ابعد ما يكون ان انا اقعد اتكلم في الدين او في كده، بس بحاول بقدر الامكان ان انا اجتهد ان انا يعني اوصل لدرجه كويسه في القرب لربنا، في ان انا اكون منضبطه في مثلا قرايه قران، ان انا كل يوم يبقى ليا جزء معين ان انا احاول ان انا اختمه اكتر من مره. بحاول بقدر الامكان ان انا يعني اخلي كل رمضان بيعدي عليا بخليه بحاول بقدر الامكان ان هو يبقى افضل من رمضان اللي قبله، لان احنا المفروض الاساسي يعني احنا متعودين، او الفكرة زي ما انا كلمتكم قبل كده، كل يوم وكل يعني كل سنة وكل يوم بيعدي من عمر الواحد لازم يحاول بقدر الامكان ان هو يكون افضل من اللي قبل كده، لان احنا المفروض ان احنا بننضج. يعني احنا خلاص احنا كل ما الانسان بيكبر شوية المفروض ان هو بيعمل يعني بيشتغل على نفسه، ان هو يطور من نفسه اكتر، ان هو يتقرب لربنا اكتر. لان احنا يعني احنا مهما كان احنا كلنا بشر، واحنا مش عارفين احنا يعني يا ترى هنبقى موجودين لبكره ولا لا. فشيء اساسي ان احنا لازم نجتهد ان احنا يعني زي ما قلت نقرب لربنا اكتر، نحاول نأدي عباداتنا بقدر المستطاع. برضو مهم برضو ان احنا ما نطلبش من نفسنا فكرة المثالية، لان فكرة المثالية صعبة جدا. اكيد اي حد مننا مهما كان يعني بيرفكت في كل حاجة في العبادات وبيحاول ان هو يأدي كل حاجة تمام، هيجي له وقت زي ما قلت قبل كده ان هو هينتكس، وان هو ممكن مثلا يأثر في العبادات، يأثر في قراية القرآن، ايا كان بقى الشيطان يدخله من اي مدخل يحاول ان هو يخليه يعني اي انتخ شويتين. وبتحصل لينا كلنا في كل رمضان، يعني بيجينا وقت مثلا بنتعب شويه، بيجينا وقت ان احنا ما بنقدرش ان احنا يعني نستمر بنفس الكفاءه. ف يعني مهم ان احنا ما نقعدش نلوم نفسنا قوي ونحط نفسنا تحت ستريس كبير وضغط نفسي كبير، ونقعد نقول لنفسنا لا انا كده خلاص انا بوظت رمضان، وانا كده مش هينفع، وانا كده حد ويقعد بقى يشتغل في دايره جلد الذات، وان انا حد مش كويس، وان انا المفروض رمضان دوت ما يعني ما غلطش فيه. لا، احنا وارد ان احنا كلنا زي ما قلنا رب رمضان رب غير يعني رب الايام العادية، بس مش معنى كلامي ان احنا طبعا نقصر. انا مش معنى كلامي خالص ولا ان انا بقول كده خالص، لا طبعا المفروض في رمضان بالذات ان احنا نحاول في رمضان وفي غير رمضان. انا من رأيي ان رب رمضان هو رب الايام العادية، بس طبعا احنا في رمضان بنجتهد اكتر عشان رمضان صيام، وربنا امرنا ان احنا نجتهد في يعني ده شهر الطاعات وشهر الصيام وشهر القرب لربنا اكتر، علشان يعني ربنا يتقبل مننا. فمهم ان احنا ما نقعدش نلوم نفسنا ونجلد نفسنا، واجلد كمان انا عايزه اتوب، والجو اللي هو ايه مثلا لو حد مثلا عمل حاجه مش مظبوطه وحاول ان هو قعد يومين مثلا ما يقراش قران، او مثلا عمل اي حاجه، المهم ان هو ايه ابتدى بكل حماس وبكل شغف وبكل يعني تحفيز، وبعد كده الموضوع قل. ف
زي ما بنقول ما ينفعش ان احنا نقعد نقول لنفسنا لا انا كده رمضان بتاعي باظ. لا، احنا وارد جدا ان احنا الطاقة بتاعتنا اوقات بتطلع وبتنزل، وارد جدا ان احنا حتى في سواء في رمضان او في غير رمضان، وارد جدا ان احنا الليفل بتاعنا بيعلى وبينزل، وارد جدا ان احنا زي ما قلت قبل كده يحصل انتكاسة، او ان احنا نبقى مشحونين طاقة ايجابية وان احنا داخلين بقلب جامد وان احنا بنعمل كل اللي علينا، وبعد كده نلاقي الموضوع قل شوية. ف يعني نتقبل الفكرة دي، ونتقبل ان احنا زي ما قلت بشر، ونتقبل ان احنا لينا اخطاء، نتقبل ان احنا هيجيلنا وقت كده مش هنفضل بنفس الليفل او بنفس الكفاءة. بس اللي احنا نقدر نعمله بقى ان احنا نحاول ان احنا نجتهد ان احنا ما نعملش، يعني نحاول ان احنا نجتهد ان احنا نبعد عن اي حاجة ممكن تلهينا، نحاول ان احنا نجتهد ان احنا ما نقضيش طول الوقت في مسلسلات وكده، نحاول ان احنا نغتنم الفرصة زي ما قلت، لان رمضان ده فرصة وده كنز، ده يعني هدية من ربنا لينا زي ما قلت قبل كده، بيجينا من سنة لسنة، فلازم نحاول ان احنا نستغله، لازم نحاول ان احنا يكون بداية، يعني بداية جديدة مش مجرد كلمة زي ما قلت قبل كده، نحاول ان احنا يعني من لو لقينا نفسنا يعني كده، لقينا نفسنا ان احنا خلاص بقى يعني الموضوع بقى يعني الدنيا بقت بتبوظ معانا شوية، لا نحاول ان احنا نتقبل ده وما نجلدش ذاتنا ونتفهم ده، بس نحاول بقى ان احنا نجتهد ان احنا نرجع تاني. هي دي الفكرة، مش ان انا مثلا قلت خلاص بقى الموضوع باظ كده كده الدنيا عملية باظت لا انا اكمل، لا مش كده خالص، لان دي من ضمن الحاجات الغلط جدا اللي ناس كتير قوي بتعملها، او بتعتقد ان هي خلاص طالما يوم مثلا اثرت في العبادات، يوم مثلا اثرت في قراءة القرآن، يوم حست بتعب ما كملتش لايا كان بقى الظروف اللي بتمر بينا، لان طبعا رمضان بيبقى فيه زي ما قلت اليوم بيبقى كومبليت، بيبقى فيه اوقات عزايم، بيبقى فيه صلة رحم، بيبقى فيه ضيوف، بيبقى فيه طبعا يعني اليوم بتاعنا بيبقى مشغول بقى، سواء في شغل، سواء في حاجات كتير، سواء في البيت، سواء في تحضيرات، كل الحاجات دي واردة طبعا انها تمر علينا. فمهم زي ما قلت، مهم ان احنا ما نفضلش نقلب نفسنا ونلوم نفسنا ونقعد نقول لنفسنا لا انا كده بوظت الدنيا، لا الموضوع ده عادي بيمر على اي حد، بس مهم ان احنا ما نكررش ده، يعني مهم ان احنا ايه خلاص يعني يوم او يومين او كذا ده عادي، نتقبل ان احنا كده كده يعني دي حاجة عادية بتجرى لاي حد، اصل استحالة هنفضل بنفس الفكرة يعني نفس الليفل رمضان كله، لان احنا اصلا حتى في الايام العادية، يعني انا قلت الفكرة دي قبل كده، في الايام العادية لازم نتقبل فكرة ان احنا مش هنقوم كل يوم عندنا موتيفيشن وعندنا تحفيز وان احنا الباور بتاعتنا الطاقة بتاعتنا عالية جدا، لا عادي وارد جدا ان احنا الطاقة بتاعتنا تطلع وبتنزل. فدي نقطة مهمة جدا حبيت ان انا اتكلم فيها، علشان بعض الناس بتعتقد ان هي كده خلاص باظت الدنيا وان رمضان بتاعها كله باظ، فايه بتبتدي بقى ان هي تكمل بقية اللي هي ايه اللي هي مثلا يعني اللي هي الاخطاء اللي هي بتعملها في رمضان. وارد زي ما قلت قبل كده احنا بشر وبيعدي علينا اخطاء، فلازم نتقبل ده، بس مهم ان احنا ما نستمرش في الاخطاء دي. بس يا رب اكون قدرت افيدكم، وحبيت ان انا اتكلم في الموضوع من ناحية نفسية او من ناحية فكرة المثالية، وانا اتكلمت في النقطة دي قبل كده، لو انتوا ما شفتوش الفيديوهات بتاعتي شوفوها، ولازم ما نطلبش من نفسنا دايما طول الوقت ان احنا نبقى مثاليين زيادة عن اللزوم، لان احنا في النهاية بشر، وبس بس مهم برضو ان احنا نحاول ان احنا زي ما قلت نجتهد ان احنا نصلح من نفسنا ونخلي نفسنا كل رمضان بيعدي علينا يكون رمضان افضل من اللي قبله.